أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إخوة الكرام، ما زالت هذه اللقاءات متواصلة بفضل الله سبحانه وتعالى من أجل مدارسة هذه الأحداث والوقائع الرمضانية والاستفادة من الدروس التربوية التي يستفيدها المسلم من خلال مدرسة الصيام. ولأن اليوم الغد هو العشرين، هو اليوم يوم العشرين من رمضان، وفيه مناسبة جليلة وقعت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجدر بنا التوقف معها من أجل الاستفادة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يتعلق بحياة المسلم. لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولم يحدد الله تعالى مجالا من مجالات الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك الأمر مطلقا على أساس أن الواجب في حق المسلم أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة له وأسوة له في كل عمل يقوم به. هذا الحدث الذي حدث في العشرين من رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يعرف بفتح مكة. فتح مكة هو الدخول الرسمي الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم لمكة معلنا بها انتهاء عهد الحماية القرشية على مكة المكرمة وبداية تبعية مكة المكرمة لدولة الإسلام، لدولة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت في المدينة. تعرفون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وقضى فيها طفولته وهي وطنه الأصلي، وقضى فيها مرحلة شبابه بل ومرحلة كهولته، ولم يغادرها إلا بعد أن وصل 53 في عمره. بلغ 53 وهو ما يزال في مكة، لم يغادرها إلا مرات معدودة جدا في السفر، كما كان معروفا عندما ذهب إلى رحلة الشام مرتين أو ثلاثا. وما عدا ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم قضى كل حياته 53 عاما الأولى قضاها في مكة، والعشر سنوات الأخيرة قضاها في المدينة المنورة. فكان صلى الله عليه وسلم عندما فرض عليه أن يغادر، فرض عليه أن يخرج من مكة، خرج صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان. وتعرفون أن مغادرة الأوطان ليست شيئا سهلا، أن يغادر الإنسان وطنه بحب وعن طواعية هذا شيء صعب، أما أن يغادره مطرودا منه فهذا شيء أصعب بكثير. أن تخرج من وطنك بقصد التجارة أو ترحل إلى دولة أخرى من أجل أن تعمل هناك أو تدرس شيء صعب. يغادر الإنسان بلده والهواء الذي كان يستنشقه من طفولته، ويغادر أحبابه وجيرانه، لأن الله تعالى جعل في القلوب رابطة قوية مع الأوطان التي تولد فيها. هذه فطرة جعلها الله تعالى في النفوس البشرية، يحرص الناس على حب أوطانهم حتى لو كانت تلك الأوطان ربما يزهد فيها أناس آخرون. هنالك بلدان تمر بها تجدها صحاري قاحلة جرداء، ليس فيها ماء ولا شجر، ومع ذلك تجد أهلها حريصين على أن يعودوا إليها مرة بعد مرة، بل إذا وجدوا رزقا طيبا أن يعيشوا فيها ليموتوا فيها. هذا شيء فطري جعله الله في النفوس، فما بالك أن يغادر الإنسان بلده وهو مطرود وهو مطارد وهو متابع، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخرجه قومه. فخرج صلى الله عليه وسلم، قال الرواة عندما ابتعد صلى الله عليه وسلم من مكة وصار ينظر إليها من بعيد، قال لها: والله إنك لأحب بلاد الله إلي
ولولا أن قومك أخرجوني منك، أو لولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، أي لولا أنهم فرضوا علي أن أغادر وفرضوا علي أن أخرج ما خرجت منك. هذه تعبيرات صادقة من النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بها بلدته مكة المكرمة. قال بعض المفسرين: فنزل عليه قول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. كأنه وعد من الله تعالى بأن، وهذه الآية جاءت في سورة النمل وهي سورة مكية، يقول له: إن الذي فرض عليك القرآن، أي ما الذي دفعك للهجرة؟ لماذا أخرجك قومك من مكة؟ إنما أخرجوه بسبب القرآن، لأن الذي يعادر الإسلام هل يعادر الرسول لمشكل شخصي؟ الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عادوه لمشاكل خاصة؟ هل عادوه لعلاقات تجارية كانت بينهم؟ إنما عادوه من أجل القرآن. الله تعالى قال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. لماذا كان هؤلاء يعادون جبريل؟ هل بينهم وبين جبريل صفقة تجارية وأكل مالهم؟ هل بينهم وبين جبريل صراع مادي على أرض أو على شيء؟ ليس بينهم وبين جبريل شيء، جبريل ملك، ومع ذلك كرهه بعض الناس. هؤلاء الذين كرهوا جبريل إنما كرهوه لأنه هو الذي جاء بالوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين كرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أيضا لم يكرهوه إلا لأنه جاء بالقرآن. لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم قضى حياته كلها وهو محمد ابن عبد الله فقط، هل كانوا سيعادونه؟ لا، هم كانوا يقولون فيه الصادق الأمين، كانوا يستودعونه أماناتهم، كانوا يحترمونه احتراما شديدا. إنما آذوه وعادوه بعدما جاءهم بالقرآن، لأن هذا القرآن جاء من أجل أن يقف ضد مصالح هؤلاء، لأن هؤلاء كانوا يبيعون الخمور، هؤلاء كانوا يتعاملون بالربا، هؤلاء كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، كانوا يقامرون، كانوا يبيعون الأوثان ويعبدون الأصنام ويفعلون كل هذه الأشياء. فالقرآن لابد أنه سيخالف مطامح هؤلاء. القرآن جاء ليقول لهم إن الربا حرام، جاء ليقول لهم إن الخمر حرام، جاء ليقول لهم إن أكل أموال الناس بالباطل حرام. لذلك وقع تخالف بين مصالح هؤلاء الشخصية وبين ما يدعو إليه القرآن الكريم، فلذلك عادوه ووصل إلى أن أخرجوه. لذلك قال له الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن، أي لأن هذا القرآن نزل من أجل هذا، لرادك إلى معاد، أي سيردك إلى وطنك. وفعلا منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد في المدينة مستقرا طيبا، ووجد أنصارا لا يقلون حبا له عن المهاجرين الذين كانوا معه في مكة. الأنصار أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، حتى إنهم كانوا ينافسون المهاجرين في ذلك. وعندما وقع نقاش مرة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: المحيا محياكم والممات مماتكم، أي سأعيش معكم إلى أن أموت عندكم. وهذا ما حصل، عاش النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنواته الأخيرة في المدينة، وقضى فيها أفضل أيامه صلى الله عليه وسلم، ومات عندهم ودفن هناك في المدينة. ولكن مع كل ذلك، مع أنه وجد المستقر الطيب ووجد الأصحاب المحبين ووجد الأنصار المدافعين كما رأينا بالأمس، دافعوا عنه في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي كل المعارك التي فرضت عليه، ومع ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه حنين إلى مكة، يتمنى أن يعود إلى مكة، وخصوصا عندما تطهر من الأصنام والأوثان وتعود إلى ما كانت عليه في عهد إبراهيم عليه السلام، مدينة إسلامية موحدة لا يعبد فيها سوى الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان دائم التفكير في العودة إلى مكة، إلى أن حصل أنه فكر يوما في أن يعود إلى مكة على الأقل معتمرا، فكر في أن يقوم بعمرة فقط. فجمع بعض أصحابه واستعدوا بالهدي، والهدي عبارة عن اسمه الهدي، أي هدايا، وهدايا لمن؟ لفقراء مكة. لو كان القرشيون هؤلاء المستبدون الذين كانوا في قريش لو فكروا بالمنطق وبالعقل لقالوا إن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله لمكة فيها خير لهم،
هؤلاء سيأتون من المدينة لو جاءوا بألف رجل وامرأة، سيأتون بألف هدي، ألف من رؤوس الغنم سيأتون بها هديا لفقراء الحرم. من المصلحة الاقتصادية أن يسمحوا لهم أن يدخلوا إلى مكة، لكن العناد القرشي والعنجهية التي كانت تحكم الكفر آنذاك منعتهم من أن يفكروا لا بالمصلحة الدينية ولا بالفطرة التي دفعت هؤلاء المسلمين ليعودوا لوطنهم، لأنهم في النهاية سيعودون إلى وطنهم، لم يغزوا مكة، وإنما هم يريدون أن يعودوا إلى بلدهم مكة، ولا فكروا حتى بالمصلحة الاقتصادية أن هؤلاء سيأتون ليزوروا مكة من أجل أن ينشطوا التجارة. تعرفون أن هذه المواسم فيها تنشيط، البرازيل أول أمس أعلنوا أنهم استفادوا ملياري دولار في كأس العالم في الرواج الاقتصادي فقط، أكثر من مليون زائر، وكانت النفقات ملياري دولار ديال النفقات. هذه التجمعات فيها إنفاق كبير، فيها استفادة للدول المضيفة، فمكة المكرمة أيضا تستفيد من الحجاج ومن الزائرين. لو فكرت قريش بالمنطق ديال هذا التجاري تقول هاد المسلمين سيأتون بأموال، سيروجون التجارة، سيشترون، سيبيعون، سيأتون بالهدي لفقرائنا، سيفعلون، لكن أعمى الله بصائرهم، فما فكروا لا في الرحم ولا في المصلحة الاجتماعية ولا المصالح الاقتصادية ولا أي شيء. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن اقترب من مكة، لأن قال كيفاش كان يفكر النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما جاي بالأسلاح لا والو، جاي من أجل أن يدخل مكة، من أجل أن يعتمر. قال أودي هاد الناس غادي نحرجوهم نوصلوا حتى لمكة، ما يمكنش غادي قاعد يوصلوا العنجهية لهذه الدرجة أن يمنعونا من دخول الحرم، والحرم ديال الجميع، هذا بيت الله الحرام، لن يمنعونا منه. فلذلك ذهب بأصحابه وقطع أكثر من 400 كيلومتر تقريبا إلى أن كان على أعتاب مكة، قد 30 كيلومتر للقتل، 30، تصوروا إنسان جاي من الرباط ويوصل حتى النعيمة تقريبا، فكأنه دخل المدينة. فوصل إلى أن بقيت له 30 كيلومتر على مكة، فاعترضته قريش، ماذا تريد؟ قال لهم كل ما في الأمر بغينا فقط ندير واحد العمرة ونخرج، أعطيونا يا 3 أيام ولا 4 أيام اللي بغيتوا أنتم، ندخلوا نديروا عمرة نطوفوا ونسعوا ونذكروا الله ورجعوا للمدينة، صافي هذا الغرض. قالوا لا يمكن، مستحيل. حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقنعهم، قالوا ما يمكنش إلا على كما يقولوا إلا بالقتال ولا باش ما بغيت بالقوة، أما أن تدخلها هكذا ما يمكنش. حاول النبي صلى الله عليه وسلم معهم بكل طريقة لكنهم رفضوا. طبعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الرفض هذا شديد جدا عليهم، كان شديدا عليهم، كيفاش حنايا جايبين الهدي ديالنا ومعولين على العمرة وحارمين سيمانة والناس حارمة سيمانة، راه من أبيار عالي المدينة وهم حارمين باش توصل حتى لمكة، أسبوع ديال الطريق والناس حارمة باش تدخل مكة، فالتالي بقى لك 30 كيلومتر يقول لك لا ما تدخلش ممنوع. لا شك أن النفوس تغلي، لذلك الصحابة رضي الله عنهم رفضوا أن يرجعوا. حاول النبي صلى الله عليه وسلم كما يدير معهم، قالوا يا رسول الله كيفاش حنايا حنا الدين ديالنا فرض علينا سن لنا أن نقوم بالعمرة، وهذه بلادنا مكة في نهاية المطاف، حنا ماشي غرباء ما غاديش ندخلوا البلاد ديال شي واحد آخر، هذه بلادنا مكة طردنا منها خلينا ندخلوا ولو بالقوة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما، قال لهم لا ماشي في مصلحتنا ندخلوا بالقوة، ندخلوا بالقوة شنو غادي يوقع؟ غادي تدخلوا تما ستقع مقتلة، ومن بعد لما توقع الحرب ما كيمشيوش فيها فقط المحاربون فقط، وإنما يكون ضحيتها الأبرياء غالبا، وهذه اللي قال فيها الله تعالى وفي سورة الفتح سماها الله تعالى فتح، هذه تسمى الحديبية، صلح الحديبية كيتسمى فتح. قال لهم الله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، بمعنى لو كنتم دخلتوا بالقوة غادي تقع مقتلة غادي يمشوا فيها أبرياء ومسلمين وكفار وأطفال ورجال ونساء. لذلك الإسلام يحاول قدر المستطاع أن يحقن الدماء، الإسلام يقول لك قداش ما لقينا ما تشعلش الحرب أفضل ندافع، نعم كما شفنا البارح الإسلام يفرض على أهله أن يدافعوا عن أنفسهم بقدر المستطاع وأن لا يستسلموا للأعداء، ولكن مع ذلك قل لهم إذا وجدنا أي خطة يمكن أن نسترد بها أو نأخذ بها حقوقنا بطريقة سلمية فهو أفضل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع قريش، وقعت مفاوضات عسيرة جدا، وخرجوا باتفاقية معاهدة يقرأوها في السيرة النبوية، معاهدة طويلة فيها بنود كثيرة، من بينها عقد صلح بأن لا تقع حرب بينهم وبين المسلمين 10 سنوات، هدنة بين المسلمين وبين قريش لمدة 10 سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف شنو كيدير، كان عارف بأن هذه الهدنة غتكون في مصلحة المسلمين، علاش؟ لأن لما تكون هدنة ما تكونش حرب،
غادي تكون فرصة للإسلام أن ينتشر، فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى دينه، وهذا الشيء اللي كان بغيه هو. هو كان يقول لهم خلوا بيني وبين الناس، يلا خلوني أعطوني فرصة أدعو الناس. فكانت ستكون فرصة ذهبية للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث بأصحابه إلى البوادي وإلى المناطق المجاورة وأن يدعو إلى الدين وأن ينتشر هذا الإسلام. قالوا هذه العهدة حتى قريش كانت في مصلحتها باش تدخل في هدنة في مصالحة مع النبي صلى الله عليه وسلم. زي من شروط عود من هذه بنود الاتفاقية أيضا أنكم ما تدخلوش للعمرة في هذا العام. بغيتوا تدخلوا مكة؟ معليش، بصح هذا العام إذا دخلتوا غادي تكون كأنكم هنتونا. شوف قريش كيفاش تفكر، قالوا هذه غتعتبر إهانة أنك جاي من المدينة وما خديتش معنا اتفاقية من المدينة حتى وصلت لهنا وتدخل، فين غادي نديروا وجهنا حنايا؟ هذا معناه، بمعنى أن فيها إهانة لقريش. قالوا له باش ما تكونش هذه الإهانة وما نحسوش بها هذا العام ما تدخلش. قال لهم جينا حتى لهنا عيب 30 كيلومتر تمنعونا من الدو. قالوا له ما يمكنش، ترجع للمدينة عام آخر حتى العام الجاي ونسمحوا لك تجي تدخل العمرة ونعطوك 3 أيام وما تهز فيها لا سيف لا سلاح لا حتى شي حاجة تجي. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قابل بهذه الشروط كلها. ووقعت اتفاقية طويلة على كل حال معقدة وفيها شيء بنود كثيرة جدا. لما كملوا الاتفاقية وقع عليها من طرف قريش كان سهيل بن عمرو هو اللي كان يكتب ديك الوقيته، كان سيدنا علي بن ابي طالب هو اللي كان يكتب والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول شنو تكتب وشنو كذا ولا، وتنازل فيها النبي صلى الله عليه وسلم تنازلات مؤلمه مؤلمه من اجل ان يفرض السلم باش ما يكونش الحرب، لان النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما كان يشعل الحرب، عمره ما كان يبغي يشعل الفتن، وانما كان يحاول قدر المستطاع ان ياخذ حقوقه. كان مصر على دخول مكه، قال له من دخول مكه ولا بس، لكن اننا نتنازلوا على الحق ديالنا في الدخول هذا العام حتى العام الجاي معليش نصبروا عام ماشي مشكل. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم وقع. لما الصحابه بقوا يتذكروا وهم عاد حرمين شنو في الاتفاقيه شنو كذا، البنود ديالها كاع قبلوها، لكن انهم يتحللوا تما ويذبحوا الهدي ديالهم ويوزعوا على الفقراء ديال مكه مع انهم ما دخلولهاش، هذه جاتهم ثقيله جدا. قالوا كيف نتحلل يا رسول الله وحنا كذا وحنا كذا؟ فرفضوا، تصوروا رفضوا يطيعوا الامر ديال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماشي رفض الطاعه ولكن كانهم بغاو يقولوا لا هذا الشيء ماشي معقول، يعني هذا الشيء ظلم كبير، وهذه المعاهده يعني كان فيها نوع من فرض الشروط ديال قريش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوف بانه اذا كانت تنازلات مرحليه وهذه هي مفوضاتيه، هذه انك كترفع السقف في الاول وتبقى تهبط بشوي بشوي حتى توصل للحد الادنى اللي ما يمكنش تهبط عليه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم معليش، لكن ما بغاوش، قالوا له ما نتحللوش يا رسول الله، خصنا ندخلوا لمكه ولا بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقع له واحد الحرج شديد، فدخل خيمته، إن عرف الخلاف، فدخل خيمته كانت مع أم سلمة رضوان الله عليها. أم سلمة كانت امرأة حكيمة، زوجة من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها يا أم سلمة لقد أمرتهم أن يتحللوا فأبوا، أن قلت لهم صافي نتخلوا عن العمرة هذا العام حتى العام الجاي، والمعاهدة مع قريش شنو فيها وشنو كذا. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يرفع من القيمة ديال المرأة، مراته يشاورها. احنا في الامثال الدارجه يقول لك شاورها وخلفها، الا تخلفها ما تشاورهاش. علاش تشاورها ما تخرجش بالراي ديالها؟ لا يقول لك شاورها ما تخرجش برايها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عكس ذلك، النبي شاورها واخذ برايها صلى الله عليه وسلم، وبغى يعطي المسلمين درس انه القائد الاعلى، ومع ذلك يستشير امراته ام سلمه، وكان الراي ديالها سديد. شنو قالت له ام سلمه؟ قالت له يا رسول الله اعذرهم. قالت له اعذرهم، راهم في واحد الحاله نفسيه صعبه جدا، راهم معولين باش يدخلوا لمكة وجايين حارمين وسيمانا وهما حارمين والتعب الشديد، وكانوا مشوقين القلوب ديالهم باش يدخلوا الوطن ديالهم مكة باش يشموا الهواء ديال البلاد، وحرموهم من الدخول، راه ماشي سهل يا رسول الله. لذلك قال شنو الحل الان؟ اعطينا شنو نديروا معاهم؟ قالت له يا رسول الله خرج انت وابدا بنفسك، جيب الحلاق يحسن لك انت، لان هذا هو التحلل يكون بالحلق. قالت له بدي بالحلق ديال الراس ديالك، لما يشوفوا بانك حلقت غادي يعرفوا القضيه ما بقاش فيها تردد ولا شك ولا شي حاجه، صافي غادي يكون. فعلا هذا ما حصل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودع الحلاق بدا يحسن له، صافي شافوا الامر باللي ما بقاش، صافي ما بقاش في نقاش، المعاهده خصها تتم، لان هكذا الاسلام لما تكون واما تخافن من قوم خيانه فنبذ اليهم على سواء، لكن الاصل هو تكون المعاهده نحترموا العهود ديالنا. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، درنا معاهده ما نهبطوش عليها، راه تما في المعاهده وجاو شي صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مقبوضين في مكه، كانوا مسجونين، وواحد فيهم واحد ابو بصير على كل حال قصه طويله، وجاوا هربوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله واش تخلينا لهم؟ قال لهم المعاهده كذا تقول، بقاو تما حتى يفرج الله تعالى، غادي يدير الله تعالى حل. وقع على كل حال وقعت احداث كثيره، اللي يهمنا ان الصحابه عندما شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يحرق راسه قال لك بادر بعضهم بعضا، كل واحد ناضي يشد الموس ويحسن الاخر وكذا من يعني ما في حاله عصبيه كبيره.
ولكن مع ذلك لما شافوا الامر جد ما يمكن لهمش يخالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم. صافي نضوا حلقوا الرؤوس ديالهم، ذبحوا الهدي ديالهم، وشدوا الطريق يروحوا للمدينه من وراء مره اخرى، وحرموا من دخول مكه. لكن فعلا في العام الجاي تمت العمره ورجعوا دخلوا لمكه وقضوا العمره ديالهم. ما الافضل انهم صبروا عام ودخلوا لمكه وداروا العمره ديالهم في امن وطمانينه، وقريش ما تقدش تمسهم. كانت قريش تشوف فيهم وهم يطوفوا ويسعوا وكذا، ما تقدش تقرب لهم لان كان معاهده والناس كانت تحترم المعاهدات. طبعا هذه زمان، لكن اليوم للاسف اليوم في العصر ديال الناس اللي يقولوا التقدم والتكنولوجيا وحقوق الانسان والمواثيق الدوليه، ما بقات لا معاهدات ولا يحزنوا. اليوم يدير معاه معاهده وغدا يطلع معاه بالطياره. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه وطاف وسعى وهو في حال اطمئنان. وهنا حق قول الله تعالى لما قال: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. لان الامن هو كل شيء. ما معنى انك تخيلوا لو كان ديك العام الاول وفرضوا ان انفسهم انهم يدخلوا ودخلوا لمكه، يمكن يدخلوا، ممكن ممكن، ولكن غادي يوقع صراع، غادي يكونوا تقتل منهم واحد العداد والاخرين تقتل منهم عداد، وثم انت تطوف بالبيت وانت خايف. لان المسجد الحرام ما كانش بحال اليوم. المسجد راه فيه ما نعرفش شحال كيلومتر في المساحه ديالو. المسجد راه كان عباره عن يمكن يكون قد هذا الجمع ولا ما كاينش في ديك الوقيته. وحول المسجد الحرام بيوت، دار من هنا ودار من هنا، يمكن يطلع واحد من السطح ويتيري فيك بنبل ولا بشي حاجه ولا وانت تطوف. هذه عمره ما غاديش تكون مرتاح. ولذلك الله تعالى قالوا: لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. اهم شيء ان تطوف وتسعى وانت في حاله امان، في حاله طمانينه. والعباده كلها لما تكون تعبد الله تعالى وانت خايف، انت في الجامع والرعب شدك، يجيك شي صاروخ من الفوق ولا شي رصاصه ولا شي حاجه ولا ما. العباده ما تكونش هي هذيك. لكن لما تكون تعبد الله تعالى وانت في حاله امان وطمانينه، هذا لا شك مطلب جيد جدا. فلذلك دخل الصحابه ووصلوا الى مكه المكرمه في العام المقبل، وقضوا مناسك العمره وفوتوا واحد ثلاث ايام ولا اربعه تما في مكه، ثم احترموا حتى هما المعاهده ديالهم وخرجوا في الوقت اللي كانوا محددينها، كملت المده المحدده مع قريش وخرجوا. ما يقولش لا وهذه بلادنا احنا ما خارجينش، احنا دخلنا الان. لا، خرجوا وكانوا عدد محترم، عدد كبير، ومع ذلك دخلوا وقضوا المناسك وخرجوا ورجعوا الى المدينه. ووفى النبي صلى الله عليه وسلم بكل بنود المعاهده، الى ان وقع في يوم ان قريشا خرقت هذه المعاهده وآذت حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. كانت حلفاء من ديك الوقيته، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده مجموعه من القبائل وخا ماشي مسلمه، ولكن كان تحالف بيناتهم. قريش عاود كانت عندها تحالفات مع ناس اخرين، فوقع اصطدام بين هؤلاء وهؤلاء، وقتل من الذين كانوا في صف النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الناس. فكانت قريش هي التي خرقت الهدنه. عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما خرقش معاهده ولا شي حاجه ولا. فلذلك قريش ادركت ما صنعت وعرفت بانها خرقت الهدنه، فبعثت برجلين الى النبي صلى الله عليه وسلم، بعث بابي سفيان وغيره، فذهبوا الى المدينه المنوره وحاولوا ان يستعطفوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا، وهذا كعرف لما يديروها كداش يخافوا العواقب ديالها، صاروا يعتذرون: لا وهذا خطا وقاع وكذا، وهذوك الناس اللي داروا كذا وذوك اللي تقتلوا، احنا نعطيوك العوض ديالهم وحنا نديروا كذا وحنا كذا. قال لهم: خلاص انتهت المعاهده، انتهت، انتم انهيتم المعاهده، انتم بهذا التصرف الاهوج وبهذا الاعتداء الشنيع انتم انهيتم المعاهده. فمن آنئذ جمع النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، قال لهم: صافي هذا وقت الدخول لمكه، ندخلها ولا بس، باي وجه كان لابد من الدخول الى مكه. فجمع صلى الله عليه وسلم الافا من الصحابه رجالا ونساء، وعزم على ان يدخل مكه. وقريش تنظر، قريش صارت تراقب كم سيكون معه من عدد، شحال ديال الناس اللي غادي يجيب، شحال القوه ديالهم، شحال كذا. صافي الان اصر على دخول مكه، فصار يستعرض اصحابه، وابو سفيان يتعرض في الطريق ويشوف، والنبي صلى الله عليه وسلم يدير استعراض ديال هاد الصحابه. تمر الافواج، هذه فات 100 راكب، هادو 200، هادو 300، هادو 400. وابو سفيان مندهش، من اين جاء بكل هذه الاعداد؟ ففتح الله تعالى عليه مكه، وموقع لا حرب ولا قتال ولا حتى شي حاجه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، استسلمت قريش للأمر الواقع، لأنها أدركت أن موازين القوى قد اختلفت، وأن محمد صلى الله عليه وسلم قد صارت له أمته ودولته وجنوده وجيشه ومن يدافع عنه، وسلم واستسلمت للأمر. لكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيم، لما جاء داخل حتى هو ما دخلش بحال ذوك العتات اللي يدخلوا كأنه صافي راه فتح شي بلاد ويضرب منا ويقتل منا ويسجن منا ويعذب منا. لا لا،
أمر أصحابه قال لهم إياكم أن تمسوا أحدا بسوء، لا تقاتلوا أحدا، بل إنه أعطاهم أمانا جميعا. أهل مكة كلهم قال لهم الآن من دخل المسجد الحرام فهو آمن، اللي يدخل المسجد الحرام فهو آمن، اللي بلع عليه الباب ديال داره فهو آمن ما يخافش، اللي دخل دار أبي سفيان مع أن أبا سفيان هو الرئيس ديال المشركين. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم باش يرفع المعنويات دياله قال لهم اللي دخل دار أبي سفيان فهو آمن، بمعنى ضربوا يا إخوان، لكن باش ما يكونش شي إيذاء ولا شي حاجة ولا، لكن من دخل داره أو المسجد الحرام أو دار أبي سفيان فهو آمن. فعلا دخل الناس بيوتهم، واللي دخل المسجد الحرام دخل، واللي دخل دار أبي سفيان دخل، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقد حنى رأسه صلى الله عليه وسلم تواضعا. عادة الفاتحون يدخلوا مهزين رؤوسهم وهم يعني مفتخرين بالانتصار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهو مطأطئ الرأس تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. ثم جمع كبراء قريش، وهذه اللي نختم بها، وهذا هو الأهم، جمع كبراء قريش من المعاندين من دوك الطواغيك الكبار أبي سفيان وفلان وفلان وفلان، فجمعهم حوله صلى الله عليه وسلم وقال ما تظنون أني فاعل بكم. هذا فيه تذكير، راه 20 سنة ديال العذاب، وكثر أكثر من 20 سنة ديال العذاب وديال الحروب، وهم يشعلون الحروب ويوجهون له السهام ويحاولون القضاء على دينه وعليه نفسه صلى الله عليه وسلم، حكموا عليه بالإعدام وهو ما زال في مكة، بمعنى قاعد ديك العذابات بغي يذكرهم بهذه الجملة، ما تظنون، يلا أنتم احكموا على أنفسكم، لو أنك تعطي لواحد الإنسان 20 عام هو يحاربك و20 عام هو مجرم حرب كما يقال، ما خلى ما قتل ما خلى ما دار، باش غادي يحكم على نفسه؟ ما عارف بأن الإعدام هو الحكم يعني البسيط، إلا ما كان لا تعذيب لا إهانة لا حتى شي حاجة، يكون القتل في نهاية المطاف هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعلم البشرية الرحمة، ويريد أن يعلم البشرية الصفح والتسامح والعفو، لأن أنت العفو عند المقدرة، النبي صلى الله عليه وسلم بغى يطبقها، كان يقولها للناس أن تعفو عمن ظلمك، لكن الآن جت الامتحان العملي أنك تديرها، واش تقد يا محمد صلى الله عليه وسلم واش تقد تديرها عملي ولا كنت تقولها هضرة؟ أنت كنت تقول للناس أن تعفو عمن ظلمك، أنت كنت تقول والعافين عن الناس، لكن هل تستطيع أن تمارسها؟ نعم استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يمارسها. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا. واش غادي قد يقولوا بلاش؟ أخ كريم وابن أخ كريم. قالوا أنت يا إنسان كريم ومعروف عليك الخير وكذا، اللي حكمت فينا هو هذاك، ما نقول لك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أقول لكم كما قال أخي يوسف، أقول لكم، شنو قال أخو يوسف؟ سيدنا يوسف عليه السلام لما جاء إخوته وقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. سيدنا يوسف كان رجل كبير جدا، عذابات ديال الطفولة والعذابات ديال الشباب والإهانة التي تعرض لها والابتزاز اللي وقع عليه في القصر ديال العزيز في مصر والعذابات كلها، ومع ذلك لما جاءوا أخوته يطلبوا منه المسامحة قال لهم معليش الله يسامح الله يسامح. ومن بعد بقى يعلق عليها بتعليق جميل جدا، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، قاع داك الفضايح كلها، قال نزغ الشيطان إبليس در، احنا المسلم مع أخوه المسلم تلقى مشكل بسيط بيناتهم، قل أبدا خطأه لا يغتفر إلى يوم القيامة. سبحان الله مع شوف سيدنا يوسف العذابات وقال له الله يسامح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، روحوا الله يهنيكم الله يسمح. فسامحهم صلى الله عليه وسلم وابتهج الناس، وكانت هذه سبب باش شوف حكمة النبي. ماذا لو أنه أعدم هؤلاء؟ يجمع مثلاً واحد 40 ولا 50 من دوك الطواغيت الكبار يقول لهم هادو مش ناقة، يجمع مثلاً واحد 80 ولا 100 من اللي كانوا يحاربوه ماشي مجرمين كبار، هادو أعطوهم 20 عام ديال الحبس ولا 30 عام، وهادو كذا وهادو كذا، كانت غتبقى القلوب مشحونة وغادي تبقى الغيظ داخل القلوب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر بعيد، فسامحهم وعفى عنهم وتركهم. ما جات العشية حتى جاوهم أنفسهم يعنوا الإسلام ديالهم. أبو سفيان نفسه بقى يتذكر مع المرأة ديالو، والمرأة ديالو كانت عنيدة، هند بنت عتبة كانت عنيدة جدا، وشافت بلي الرجل بقى يتململ قال لا باغي كذا، ويبدو أن محمد قد انتصر وعلاش حنا ما نتبعوش، وهذا الشيء راه حنا عندناه بزاف، وهذا الشيء راه باين بلي حق وكذا. مراتو كانت عنيدة جدا رفضت، قلت هكذا واش أنت اللي يديروك الناس رئيس ديالهم؟ واش أنت الزعيم ديال قريش؟ واش؟ ومع ذلك أبو سفيان قهر نفسه وغلب الأنجهية ديالو وذاك العدوانية ديالو، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتنق الإسلام. من بعد جا ولده حتى هو سيدنا معاوية رضي الله عنه حتى هو اعتنق الإسلام. من بعد جات حتى المرأة اللي هي هند بنت عتبة وجات مغطية وجهها باش ما تبانش، ها، وبقات وقع شي حوار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لهند، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكي، بقات تقول له شي كلام وبلا ما تعبى بروحها ذكرت شي كلمة اللي فيقت النبي صلى الله عليه وسلم بها،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لهند، بمعنى لأن كانت عندها عدوة شديدة جدا، هي اللي قطعت سيدنا حمزة وكذا، ومع ذلك عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن هند، وعفى عن أبي سفيان، وعفى عن خالد بن الوليد، وعفى كل الصحابة الذين أسلموا عفى عنهم صلى الله عليه وسلم، أو عفوا كل هؤلاء القرشيين عفى عنهم. لكن ما مضت فترة وجيزة جدا حتى دخل الناس كلهم في دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان الفتح خيرا للإسلام والمسلمين، وكان فيه انتصار كبير جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللدعوة الإسلامية، ودخلت مكة المكرمة لتكون المدينة الثانية بعد المدينة المنورة، وخيف الأصل هي الأولى لكنها صارت هي الثانية بعد ذلك، لأن الإسلام انتشر في الأول في المدينة، عاد من بعد أعلنت مكة المكرمة بلدا إسلاميا، وطهر النبي صلى الله عليه وسلم مكة من الأصنام والأوثان ومن كل ما كان فيها، ورجعت مدينة إسلامية، وهي إلى الآن المدينة الأولى في الإسلام التي تشرئب أعناق كل المسلمين إلى زيارتها. نسأل الله تعالى أن يحقق لنا جميعا ذلك، وأن يفيدنا من دروس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دروس فتح مكة، لنشيع فيما بيننا ثقافة التسامح وثقافة الصفح وثقافة العفو عن الناس، عسى الله تعالى أن يعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وذكر فقط آخر تنبيه أن سنة الاعتكاف إن شاء الله ستقام كما راكين في الإعلان في الأبواب، ستقام إن شاء الله في بعض المساجد في المدينة، وبالنسبة للجهة ديال اللازاري إن شاء الله كاين مسجد عثمان بن عفان إن شاء الله، هو المسجد الذي قد أعد لإقامة هذه السنة إن شاء الله، سنة الاعتكاف لمن أراد أن يؤدي هذه السنة. مسجد عثمان بن عفان حدا السوق ديال اللازاري. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.